يا عم ابراهيم كفايه بقى الدخان عمانا. لازم النار تفضل عاليه عشان الديابه ما تجيش علينا. ديابه؟ هو في هنا ديابه؟ ديابه بس ده في بلاوي. طب انا مستنيكوا بقى في العربيه. ايه يا قيس وانت مش خايف من الديابة انت كمان؟ ايه يا عسل انت عارف ان انا بخافش من حاجة. ياما ده احنا معانا وحوش. على فكرة يا ابراهيم انا اكتشفت ان انت اكتر واحد بتخاف فينا كلنا. الله ليه كده؟ عشان انت اكتر حد ميت على الدنيا وميت على الفلوس والحركات اللي انت قاعد بتعملها دي عشان تداري الخوف اللي جواك. انت ما طلعتيش مناضله بس ده انت طلعتي دكتوره نفسيه كمان. وايه تاني؟ حلليني اصل دي اول مره حد يحللني. بالرغم ان انت بتسخر من كلامي يا ابراهيم بس انت عارف ان كلامي صح قوي. تمام انت حللتيني من جوه احللك انا بقى من بره. مبدئيا الشفايف عايزه تتاكل. ولا عليا النعمه لو فتحت بقك بكلمه تانيه هتفينك هنا. انت فاهم انت مال اهلك؟ احنا الاتنين بنحلل بعض. انت ايه اللي دخلك؟ سيبه يا حسام. نعم يا اختي سيبه. طيب انت عايز تقول ايه يا ابراهيم؟ عايز تغزل فيا؟ عايز تعاكسني؟ على العموم ده بيفسد اي بنت. اغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. اللهم نجنا واهدنا وابعد عنا الفاحشه. هدي مبسوطه؟ لا يا ابراهيم انا مش مبسوطه. وبعدين انا مستغربه يعني ازاي شاب مصري وفي سنك وبالتفاهه دي كلها؟ تفاهه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحى يا لفي ديابه جايه. ايه ايه في ايه؟ انت بتصحينا عشان شويه ديابه؟ يا ابني ما تجيب الا بني ادم. يا اخي قوم. يا ابني انا مستعد اربع سلعوات عندنا ورا الجبل في الحاره. بيت خباك. ده شكله ديب يا حسام. شكله ديب يا حسام. عربية في عربية جاية. خير ان شاء الله. ليش هيك وقفتونا؟ لا مؤاخذه يا قصه بس اصل احنا عندنا عجلتين ضربه لو نركب معاكم لغايه اقرب واحد بتاع كاوتشي. كلكم بتطلعوا معنا؟ لا مش كلنا ده انا ومعايا واحد بس. واحد بس بيطلع يقعد هون جنبي. على شو عم تطلع؟ هي السياره سياره تكريم انسان. في معنى ميت بالتابوت اهدينه ندفنه بالشام والشباب بيكونوا اولاده. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله. شدوا حالكم يا رجاله الباقيه في حقكم. الباقي حياتك الباقي حياتك الباقي. احنا اسفين اللي احنا عطلناكم بس اعملوا يعني فينا ثواب. والله والله هتتحسب حسنه للمرحوم لان احنا كمان معانا مرحوم رايحين يدفنوا ان شاء الله. هو الطريق ده كله ميتين ولا ايه؟ يا ابني بس تعبتنا تعبتنا بس. انا هركب مع الراجل الطيب ده لغايه اول واحد بتاع كاوتش. عايز ارجع ليكم مطرحكم، محدش يروح هنا ولا هنا. فاهمين؟ تحت امرك يا باشا.